مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائما ندعوكم للتواصل معنا في الراصد عبر واتساب الراصد وأيضا على حسابنا في تويتر الراصد. إلى أبرز عناوين حلقة الليلة: ردود أفعال متباينة حول أعمال رمضان الخليجية، الشمس غير بشوفت عيونك كبدي تحرك قرب، بسبب الحجر المنزلي أب يسلم على ابنته بطريقته الخاصة، وأشهر صورة سعودية في أزمة كورونا الليلة نعرف تفاصيل قصتها. مسيرتها الفنية تجاوزت 25 سنة، أعمالها ومشاركاتها تجاوزت 50 ما بين مسلسلات ومسرحيات. هيا الشعيبي هذه السنة فقط لها 3 أعمال تقريبا في رمضان، منها مسلسل سواها البخت ومليار ريال. اغسل وجهك، اغسل وجهك، اغسل وجهك، اغسل وجهك، اغسل وجهك. أنا قلت ميتة فينا. أي لجوج يا أبو علي؟ أبو علي؟ اشتغل. كله من أم عادل وكله من الندل ذا اللي جاب لي البضاعة الخربانة وفشلني. أنا بضاعتي كذا؟ والله لو أوريك، والله لو أوريك. ثانك يو مستر، ثانك يو. أنت واجد زين، واجد مزبوط، أنت سترونج مان. بابا. كتني نيه بابا بچه مه ليش انت زوج كذي حرام عليك، انت ليش مجنوب جبار. وايضا لي عبر سكايب من الكويت الفنانه هيا الشعيبي، حياك الله اخت هيا ويعطيك العافيه. الله يحييك ويفديك حبيب قلبي، وكل عام وانتم بخير، وشعب السعوديه اهلي وناسي بخير يا ربي، وعسى الله يزول عنا السحابة السوداء هذه. آمين. إن شاء الله يا رب ونرجع نتزاور ونشوف بعض على خير يا رب، وعسى الله يحفظ ملوك السعودية وحكام السعودية وأهل السعودية وحبايبي بالسعودية يا رب بإذن الله. هيا، كيف كان شكل التصوير الفترة الماضية، تصوير الأعمال مع أزمة كورونا؟ كيف كنتوا تشتغلون بهالجو الصعب جدا في هالمرض؟ والله أنا على أساس الناس كايب فما قاعد أشوفك، فأتمنى أعرف بس اسمك، أنا ما أدري شنو اسمك. عبد الله كان طلعوا لي القناة. الله. عبد الله كان في صعوبة في التصوير طبعا، وكان في مآساة كبيرة في التصوير طبعا. وأنا يعني بالعكس أحمد ربي إن إحنا نهينا العمل على خير وحب وود. يعني في اللحظة الأخيرة أنا من قالوا لي الكويت ترى بيسكرون المطار، فكنت مو مصدقة، بس قلت يعني لازم أرجع الكويت. سبحان الله يصير شيء. أنا عندي 4 أطفال، يعني 3 سنين، 5 سنين، 7 سنين، صح. صغار، والرابع فهد اسم الله عليه رجال، لكن أنا أم وظل أم، فكنت خايفة إن المطارات فعلا تتسكر وأنا أصير بعيدة عن عيالي، وأنا راعية الضغط راعية تسكر ومتعلقة بعيالي، يعني ما أقدر أعيش بدون الماي والهواء. الله يلوم اللي يلومك. الفترة هذه كانت عصيبة جدا على كل الأعمال الخليجية، هل هذا خلى انه تكون يعني جودتها اقل شوي في رمضان هذا؟ والله العظيم ما اكذب عليك اخوي، بصراحه كان عندنا مشاهد طايحه، كان عندنا امور كثيره كانت صعبه علينا جدا جدا جدا. عملنا المليار يعني رحم الله والدينا المخرج اسد فولكلار انزين وسلطان النفيسي هديل الرفاعي، الكاست مال الاستاف، العمال كلهم زين، يعطيهم ألف مليون عافية إنه سووا العمل بهالشكل هذا ونعرض. يعني يا جماعة النجوم ملوت العمل كلهم تعلقوا، تعلقنا صح، تعلقنا. ناس تعلقت بالكويت، ناس تعلقت بالإمارات،
ناس تعلقت في بيروت، ناس انت بتخيل ان كاست العمل لبناني للحين في السعودية 3 أشهر صار لهم، الله يعينهم. الأستاذ أسد مخرجنا لبناني للحين هم موجودين في الرياض قاعدين، الناس ما عندهم طيارة ما يقدرون يرجعون، يعني في ظروف كبيرة مرينا فيها. مع هذا كله لو إحنا مخرجنا مو قوي ومخرجنا مو كذي، وخالد الرفاعي معاه وأستاذ أسنان بعد أقدم له تحية وأقول له كل عام وأنت بخير، منتجنا في بيروت بعد إنزين حطوا محمد العيسى يعني صديقي وأستاذ ويعطيه العافية محمد العيسى على إنقاذ الموقف، وإنه دش معانا إنه راوي يروي الأشياء اللي طاحت من عندنا. صح. فبالعكس العمل إذا كان فيه مشاكل فالمشاكل مش من عند كاست العمل ولا من المنتج. صح. المشاكل يعني في ظروف طحنا فيها يا جماعة، ظروف طحنا فيها، مشاهد ما اكتملت، مشاهد لازم تصور، مشاهد لازم تستمر، الناس كلها تطشرت، اللي راح ما رد على بنا، أنت بتقعد 10 أيام بدون شغلة، أنا أروح ديرتي وإن شاء الله وارجع كالعادة، حلو ولا لا؟ أيه. لكن الحاصل أن إحنا رحنا ديرتنا شك بوم تسكرت، كل شيء تسكر. صح. اللي قاعد قاعد واللي راح ديرته راح ديرته. يعني يا جماعة يعني حتى في ناس مهاجمين العمل أن إحنا ما استلمنا حقوقنا، أن إحنا ما استلمنا فلوسنا، طب حتى إحنا ما استلمنا، لكن إحنا نكون يعني مع ربعنا نوقف، مع الناس نوقف، نقول لا إله إلا الله تخلص الأزمة. أنت إلى الآن ما استلمتي المبلغ المالي بخصوص العمل إلى الآن؟ طبعاً ما استلمنا، يعني في دفعات أول توقع العقد تستلم دفعة. إيه بس إلى الآن ما استلمتي البقية الباقية من ال. ما استلمنا ولا شيء، وبالعكس أنا مع الشركة واقفة مع الشركة، لأن أنت الحين في ظروف، خصوصاً إن إحنا شركتنا كويتية سعودية لبنانية. طيب زين. أنا بسألك أختي هيا، في بعض المشاهد وجدت انتقاد كبير جدا من الناس، خصوصا أنه كانوا يقولون أنه الاستعانة بهيا الشعيبي، أنه هيا فنانة كبيرة جدا كانت حترفع العمل. وش رأيك في هالانتقادات اللي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي طوال 10 أيام الماضية؟ أول شيء أنا في ناس اللي في أطفال عندي هاجموني في كلام، ولا جايبينها والعتب على التلفزيون أو الحكومة. أنا أقول حق عيالي هذيل الصغار أو إخواني الصغار، يعني في بعضهم تحس إن في ناس دازتهم، في ناس ناشبتهم، تكلموا على هي ضربوا هي استلموا هي، فأنا ما أرد، أنا أرد بكل حب وود وأقول أنا كويتية لكني بنت السعودية، أنا كويتية لكن جمهوري سعودي وخليجي، أنا كويتية لكن عيال عمي وعيال خالتي سعوديين، أنا كويتية بس أنا بنت الشعيبي إنزين. فأنا ما أرد على بعض هالأطفال أو اليهال اللي طقوني، لأنه إذا حياة الفهد طقوها، أحلام طقوها، الدنيا كلها قاعد يطقونها، فأنا ناجحة أعتبر نفسي، لو أنا مو ناجحة ما ركزوا علي. في مشهد يعني نزل إنزين، المشهد نزل إنزين، المشهد هذا هو شخص ماني قايلة اسمه منه لأنه ما يهمني ولا أطالعه ولا يعني هز فيني شعره. إنزين المشهد كلهم كوميديين، كلهم قاعدين يسوون كوميديا، والعمل كوميدي يا جاهل، العمل كوميدي. حياة الفهد سعاد عبد الله في محظوظة ومبروكة كانوا يغطون ويوههم حق المواقف اللي تضحك، حق المواقف اللي تضحك. عمي عبد الحسين الله يرحمه كان يضحك وهو يمثل. طيب هذا معناته شنو؟ معناته في ضحك بالعمل. أبكون مباشر أنا، بقول لك أنت تتكلمين عن الأستاذ عبد المجيد الكناني اللي طلع الجيمات، حلقة الجيمات، وكان ينتقد العمل وينتقد أدائك. خلينا نشوف هذا المشهد بس ونرجع من ثاني نتكلم معك. نشوف المشهد يا شباب. يا رب تبارك يا رب. صحيح حجوب الورد؟
كذابة كذابة محصين من أهل الملايين أنا ودي على الفقر. أيوة وأنا كمان عملت تكميم وأضعف وأصبغ شعري أشقر ما أعرفك ولا تعرفيني أنا صرت شيلة أعمالي أساسا بتبرى منكم هيا أنت الأفيهات هذه مكتوبة لك ولا هي اجتهادا من عندك عشان ترفعين الأداء وكذا؟ أقول لك شيء عبد الله، النص أصلاً كان كويتي يعني بحت وأنا كنت أسعود النص بإيدي، النص هم كانت في يعني أشياء مهي مكتملة، الأشياء هذه مني أنا كفنانة كوميدية أضيف للعمل فاكهة كوميدية، وبعدين أنا اللي قلت عنه هذا شو اسمه؟ عبد المجيد الكلالي. لحظة ممكن تعرفني هذا منو هو؟ بس أنا ما أعرفه. اي هو انت ما تعرفين اختي هيا، لكن هو مشاهداته عاليه جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. بس اقول لك شغله، ممكن هل هو فنان؟ سمي رد علي، بس هو فنان؟ اي هو فنان، ترى ممثل مسرحي ترى ومؤلف. والله عمري ما شفته، والله وحياه اولادي عمري ما شفته. هل هو ناقد؟ ناقد ويؤخذ بكلامه في كثير من الأماكن، ترى جد والله ما ترى والله طيب. ما تربطني فيه علاقة، لكن أنت شعرتي في شخص صرف الموضوع بينك وبينه؟ طيب أنا ما أعرفه، لا هو أعرفه ولا يعرفني. إنزين إيش معنى أنت ركزت على هيا بالعمل؟ منو مكلمك؟ منو دازك؟ أنت كبيرة يا هيا، مو صغيرة يا هيا، أنت فنانة كبيرة يعني. ايش دراني عنه؟ اذا انا فنانه كبيره مفروض يحترم. يحترم الفنانه الكبيره. هيا هو ينتقد العمل. اذا في عنده مشكله بينه وبين هيا انا ما اعرفه. لا 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 هو ينتقد العمل. استاذ هيا ليش كذي العمل؟ فانا راح ارد عليه بكل بساطه واقول له انت مريت بالظروف اللي احنا مرينا فيها، معلش انت مريت بالظروف. هو قاعد يصور برنامجه من البيت ترى، يعني وضعه مره صعب. حتى بعيد عن اهلك شهر، انزين عن عيالك عن بيتك عن شغلك، ضحيت بكذا عمل عشان تشتغل هالعمل، عشان انت تي تطقني انا؟ انزين الكل قاعد يسوي كوميديا، الكل قاعد يضحك، الكل قاعد يطالع، ايش معنى هي؟ شوف عبد الله انا بقول لك شغله، انا ما انطر هو عبد المجيد يعني يكلمني بهالطريقه او ينقدني بهالطريقه. اول شيء انت مفروض تحترم ان انا ضيفه في المملكة العربية السعودية. اختي هيا ترى هذه اختي هيا ما لها دخل هالامور يعني. لا لا لها انت فنانة موجودة في السعودية دايم. عبد الله اسمعني لو سمحت شنو قال ليش جبتوها؟ وين حكومتها؟ ليش انا شنو انت جايب منو؟ وانت ليش تقول ليش جايبينها؟ انت ليش تقول انت منو عشان تقول؟ انت الحين انا طول عمري امثل بالسعودية، طاش ما طاش، غشمشن مسرحياتي، شغلي، كل هذا أنا شغلي بالسعودية. أنت يا آخر لحظة أنت تقول الحكومة ليش جايبينها؟ ليش أنا شنو؟ ترى أنا خليجية كويتية، ماني أجنبية. هل هذا أثر فيك الكلام هذا؟ شعرت إنه تنمر ضدك؟ ها؟ أنت شعرت إن هالكلام في تنمر ضدك أنت؟ طبعا في تنمر. بعدين أنت تبي تتكلم من ضمن العمل، مو تقول انتوا ليش جبتوها، عيب الكلام اللي قاله، عيب وانا طيب. ما اقبل فيه. طيب اختي انا أختي ما اقبل فيه، وانا كلمت الشركه وقلت لهم اذا ما تاخذون حقي انا اعرف شلون اخذ حقي بالقانون. طيب. لانه عيب. جميل. عيب عبد المجيد، خلينا نطلع من عند عبد المجيد الى موضوع اخر. كلام عبد المجيد جزء، لكن في ناس يتكلمون ايضا في تويتر. انت قلتي يجب ان تويتر هذا يقفل عشان هالناس اللي قاعدين ينتقدون. انتوا مين عشان تنتقدوني؟ قلتي هالكلام هيا. لا 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 انت عايز سمعت غلط. وتويتر في ناس، عبد الله بقول لك شغله، ترى احنا الحين في ازمه كبيره. اول شيء انا اقول حق عبد المجيد هالشغله هذه، ويا ريته يسمع، بدل ما تقعد تنقد الاعمال عشان ترتفع عندك المشاهدات والناس تشوفك زياده ويصبوا لك، يا عبد المجيد المفروض انت الحين في ازمه، المفروض انك ترشد الناس، المفروض انك تنصح الناس، تنقد. ما اقول لك لا تنقد، انا اقبل النقد لكن مش بروحي. العمل مو بس انا فيه، في استاذ خالد، عبد المجيد، بس اصبري اختي هاي، في الامار، وفي اسمحي لي اكمل، ما يخالف. إيه انت داق علي لقاء، خليني اكمل. انزين فانت الحين مو وقت ان اعمل وهي وش معنى هي شعيبي؟ أنا جمهوري أحبه ويحبني بالسعودية. طيب. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هذا وقته إن أنت
والله هذا كذي وهذا كذي وهذا كذي وهذا كذي، ولا وقت انك توجه الناس، تنصح الناس، توقف يم الناس، توقف يم الديرة، توقف يم هالبشر، تقول كلام طيب عن الموضوع اللي احنا فيه، كورونا والأزمة. يعني يا جماعة إذا ما تبوننا نقدم أعمال كوميدية دراما نقعد ببيتنا، هذه شغلة. الشغلة الثانية على تويتر اللي يتكلمون، أنا تويتر ما أحبه، أنا من زمان الناس كلها تدري تويتر ما أحبه، ما في إلا النميمة والقال والقيل وإثارة الجدل والخلافات. نقطة. طيب. النقطة الثانية، لما أنا قلت منو أنت ولا اسمع هي عدل مني، لما إحنا في الكويت عندنا مرينا بمشكلة مالت أعمال الكويت، ترى المشكلة مو بس عند عبد المجيد وعندكم، حتى في الكويت في مشاكل على التلفزيون. إيه؟ عرفت يعني مش بس في السعودية، حتى عندنا في الكويت. حلو. إيه؟ فقاموا بعض الناس الدنيا قامت على المنتجين وقامت على الممثلين وقامت على فينا. فإحنا طلعنا في لقاء في ATV، طلعنا قلنا اللي يكتبون منه، صج أنا صج عبد الله أنت تعرف منه اللي قاعد يكتب، يحط اسم مستعار ويكتب، يطق الناس يطق الناس يطق الناس. أنت لن تفنان، لن تناقد، لن تكاتب، لن تصحفي، لن تجامعي، لن تجامعي. طيب أنا إذا أنت تقولين أختي هيا هالكلام، وأنت يعني الحين كل الشباب اللي ينتقدون فرضا يكون عندك مشكلة معهم، يعني اللي قاعدين ينتقدون في تويتر برضو لهم رأي، هذول اللي قاعدين يطلعوننا كفنانين بالمسرح وهم اللي صفقوا لنا. أقول لك شيء، أنا ماني ضد فينا. الشباب الناقد، أنا ماني ضد الشباب الناقد، عيالي وإخواني أحطهم على راسي. أنا هذا لما نقدني، ما أدري من هو هذا عبد المجيد، لما نقدني والله أثر فيك عبد المجيد مرة يا حياة. كلمته إنزين لما يقول حكومتنا ليش جايبينها، أنت شنو جايب خدامة، جايب وحدة أجنبية، عيب. حاشاك، لا لا ما ما إن شاء الله ما مو بهالنص ترى قالها. لا لا قالها، الفيديو عندي، الفيديو عندي، والكويت كلها ما هي راضية. اليوم أنا في وزارة الداخلية الكويتية أقسم بالله العظيم نص ربع بالداخلية مراضين، يقول ليش كذي قاعد يقول، ليش يهينك هالمهانة، أنت تنقد انقد عمل، مو تقول ليش جايبينها، شنو ليش جايبينها. أنا حتى طيب اطالبهم بان يشوفون الفيديو مال عبد المجيد، يشوفون اسلوبه شلون معاي كذي، وشلون شلون يقبلون علي كذي، شلون شلون. لان انت تبي تتكلم انقد العمل يا اخي، انت تناشد التلفزيون وتناشد الحكومه، انا من عمري معاكم، من عمري ابسطكم وتحبوني واحبكم، ليش كذي هو يقول انا اناشد الوزير واناشد الوكيل واناشد التلفزيون السعودي بانه شوفوا المهانه من هالشخص هذا شلون اهاني، وانا ادري السعوديه ما يرضون بالمهانه حق يعني حبايبهم وربعهم وضيوفهم. لان انت لما تنقد عمل انقد العمل نفسه، مو انت تخص وتخص فيني انا وهي شعيبي وشون ياباها وشون خلوها، عيب عيب. طيب. عيب هيا الكلام انه هيا الشعيبي شايفه نفسها شوي على الانتاج السعودي، ايش رايك في هالكلام؟ الله اكبر. عطني منتج طلبني وانا قلت له لا، عطني شيء انا شايفه نفسي. انا اتمنى تاخذون مقابله مع المخرج خالد الرفاعي، اتمنى يصير اتصال بينكم وبين خالد الرفاعي وسلطان النفيسي. انا ماني متكلمه ولا اني قايله اللي صار انزين، لكن هو في ظرف مرينا فيه، انا قاعده اصور في ممثل انزين، انا قاعده اكمل تصوير بكل كل وكان وضعنا يعني يعني الاعصاب مشدوده، كل شيء مشدود، في عندنا ظروف، قال ماني نازل من الفندق يا حلو، انا احبه ترى انزين، الا لما استلم فلوسي. انا قاعده بالتصوير حاطه ايدي على خدي انطر الفنان، وانضرب علينا يوم. ومع هذا كله اقول مشي مشي، واسد فولكلار معانا يشهد شنو، هي هي تنظف اللوكيشن بيدها عشان الامور تمشي، هي ساعات الدش تسوي لها شاي وقهوه حقها وحق الفنانين. حتى بالكويت سناب يشهد على هذا الكلام. كان اللوكيشن كان حق عمل مليار كذا بهالطريقه، كان راقي وينن، لكن انا شعبيه واحب اسوي اشياء بيدي واحب اسوي جو لطيف باللوكيشن. بالعكس، ومن احلى الممثلات اللي اشتغلت معاهم الامار نريما نرمين اسعد يا حلوها، يعني وجنات دم خفيف، دم خفيف جداوي دم خفيف. طيب فانا ما احب الكلام الزايد والكلام الناقص على العمل، اصعد نزل. طيب. العمل لا خلاص يا جماعه، بدال قلت نعم الله ويعطيكم العافيه تيون تطقونا بظهرنا. طيب. انتوا ما مريتوا اللي احنا مرينا فيه يا جماعه. طيب
اختي هيا، انا بس عشان بس احط نقطه بعد او قوس نفتحه واقول انه عبد المجيد ترى له التقدير والاحترام، وترى حنا نديناه ترى، لكن عنده ارتباط اصلا في هالليله، وله التقدير والاحترام منا، وايضا ان شاء الله انه حتى منك له تقدير واحترام من اخوك. والله هو كان احترمني بالبدايه يا عبد الله، انتم بتقدرونه وتحترمونه كيفكم، لكن هو طيب. اهاني اهانه انا ما اقبل فيها. ليش جايبينها؟ شنو طيب. جايب انت طالبه بخدامه وانا ما ادري. طيب انا شاكر لك هيا، شكرا لك على هالتجاوب، وشكرا على هالحضور، وان شاء الله مو باخر لقاء يجمعنا، وان شاء الله يا رب نشوفك عن قريب ايضا. شاكر لك ومقدر، والله يحفظ لك عيالك ان شاء الله وبيتك ان شاء الله. وكل عام كل عام وانتم بخير، وعساكم تعودون ان شاء الله، وما كل العافيه. وانا اقول حق الناس يا جماعه، اهتموا بمواضيعنا الاساسيه اللي احنا فيها الحين، لا تنقدون الحين هذا وهذا وذاك. طيب. شوفوا احنا الحين يعني حضر كل الناس قاعد تفكر بحضر كل. طيب. صح نسوي، يلا مع السلامه. طيب شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. هيا الشعيبي من الكويت معي من الاحساء، المدون السينمائي ركان الشايع. اهلا يا ركان، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا اخوي عبد الله، مسي عليك بالخير ومسي على الساده والسيدات بكل خير. حياك الله. الكلام على الاعمال الخليجيه في رمضان وفي هذه الظروف، يجب ان احنا ناخذ عذر للممثلين انه يعني بعض الاعمال تسوت بسرعه، وش رايك في هالكلام؟ انا والله العظيم ما ادري من وين ابدا، يعني هل ابدا من حيث ما انتهت الاخت هيا شعيبي، ولا ابدا من الكلام اللي انا كنت مجهزه؟ ولكن خلني تعقيب كذا سريع على كلام الفنانه هيا شعيبي. كانت تتكلم وتقول انه الناقد ما هو بدارس، او وين دارس وكيف صار ناقد. في كثير من الممثلين اللي نعرفهم الان، بعضهم ممثلين ناجحين وبعضهم ممثلين صف ثاني وصف ثالث وكومبارس الى اخره، مو دارسين تمثيل لا بالمعاهد ولا ولا شافوا او ولا عندهم كارير او ولا عندهم مهنه بالمسارح. فالامر ينطبق على كثير من بعض المهن اللي ما تحتاج دراسه، هو بالنهايه ما راح يصير مهندس، ما راح يعمل على مشاريع ضخمه بشركات ضخمه عشان يستلزم الدراسه، حاله حال الممثل اللي احيانا وصل للشاشه بدون اي دراسه. هذه نقطه. النقطه الاخرى، الفنانه هاي الشايبي كانت تتكلم عن ضيق الوقت. المشكلة ما كانت بضيق الوقت قد ما هي بالمحتوى أو المنتج النهائي، البرودكت النهائي اللي احنا شفناه على الشاشة. هل ضيق الوقت يحتم على الممثل أنه يطلع بشكل بايخ بنظر الناس، بنكتة بايخة قدام الناس؟ هل الوقت هو اللي جبر الممثلين أنهم يطلعون بهذا الشكل؟ نقطة أخوي عبد الله، وهذا الموضوع بصراحة أنا دائما يثير استغرابي، التعامل مع الكوميديا السعودية. أخوي عبد الله، أنا لو عرضت عليك عرض الآن قلت لك إنه في عمل مصري يخاطب الشارع المصري ب خليني أقول لك بنكهة كوميدية، هل أنت عبد الله ككاتب سعودي ممكن تكتب هذا العمل؟ لا بالطبع. طبعا. فكيف بشعب، إحنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية، مليونين متر أو مليونين متر مربع، مساحة شاسعة وكبيرة جدا، تتكلم عن الشمال، عن الجنوب، عن الشرق، عن الغرب، عن الوسطى. يا أخي النكتة اللي تضحك الحجازي ممكن ما تضحك الشرقاوي، ممكن اللي تضحك الجنوبي ما تضحك الشمالي، وأقيس عليها هذا التنوع الهائل. كيف ممكن كاتب كويتي يسمح لنفسه، مع احترامي الشديد له محمد الكندري مسي عليه بالخير، كيف يسمح لنفسه أنه يكتب عمل كوميدي موجه للمتابع السعودي؟ حنا النكتة أحياناً، لما في على سبيل المثال فيلم مسامير، أمسي عليهم بالخير الشباب في القائمين على هذا الفيلم اللي أو اللي أنتجوا هذا الفيلم، في خليني أقول لك بعض النكت في هذا الفيلم كانت موجهة تحديداً لسكان منطقة القصيم، وحنا نعرف إنه في بعض النكت توجه لسكان منطقة معينة، صح، في بعض النكت ما يفهمها إلا السعودي بسبب الباك جراوند، بسبب الخلفية الثقافية إلى آخره. كيف ممكن كاتب كويتي يكتب عمل كوميدي؟ احنا نتكلم عن عمل كوميدي بمعنى لازم يفهم الإفيهات، يفهم الذبات، يفهم طريقة الكلام، طريقة كلامنا بالمجالس، طريقة كلامنا بالاستراحات، كيف نمزح مع بعض، كيف نقول نكتة مع بعض، كيف ممكن أو كيف الكاركترات الموجودة بالشارع السعودي. أنا شفت العمل صراحة أبو مليار أو مليار ريال ولا ضحكت للأسف، حاولت قد ما أقدر،
ولكن ما ضحكت. ليش؟ لأنه ما في نكتة. ناهيك عن كمية الأخطاء الموجودة بالعمل. أنا عندي مشكلة مع الأعمال الخليجية بشكل عام، وهي حديث النفس، أنه كيف الممثل يقعد يتكلم مع نفسه وكأنه يشرح الخطة للمتابع. يا أخي في أكثر من تكنيك متبع حول العالم يطلع هذا المشهد وهذه الفكرة يوصلها للمتابع بشكل سليم. كسر الجدار الرابع هذا مصطلح معروف وشائع جدا بين الناس، ألا وهو لما الممثل يلتفت على الكاميرا، وهذا الأمر شفناه بأفلام ومسلسلات أجنبية وبعضها أخذ جوائز أوسكار. لما الممثل يلتفت للكاميرا ويقعد يتكلم مع الكاميرا ويكسر هذا الحاجز أو هذا الجدار المسمى الجدار الرابع، فهنا أنت تكسر، خليني أقول لك، البياخة الموجودة بهذا المشهد وطريقة التلقين، تلقين المشاهد. كل الاحترام صراحة وكل الود على الفنانة هيا شعيبي وكل العاملين على هذا المسلسل، ولكن على الرغم من التعب وعلى الرغم من الفترة الصعبة اللي قاعدين نعيشها الآن، إلا أنهم ما قدموا العمل اللي ممكن يجاري ذائقة المتابع. هل النقد اللي تلقوه الفنانين في هذا العمل وفي أعمال أخرى أيضا كان مواكب يعني مقارب للعمل، أنه بقدر ما كان العمل سيء كان يجيهم نقد سيء؟ أتكلم على كثير من الأعمال اللي كانت في هذا السيزن، هل أخذوا حقهم والناس أخذوا حقهم منهم ولا لا؟ صدقني يا أخوي عبد الله، يعني حنا لا نكون لكل القائمين على المسلسلات والأعمال إلا كل محبة وود صراحة. ما في أمور شخصية بيننا، ما في حرب بيننا، ما في أحد يدف أحد، ما في أحد يدفني أو يدف فلان إكس واي زد من الناس عشان ينتقد عمل معين. يعني الأمر نابع من حب للأعمال الموجودة على هذه الشاشة. هذه الشاشة لطالما هي اللي كانت الأنيس لنا، لطالما هي اللي كانت أو نقضي أوقات طويلة قدام هذه الشاشة الصغيرة، فلازم ننتقد. الناقد هو جزء من هذه الحركة، الحركة الفنية. والناقد أيضا فنية. هو اللي ممكن يرتقي حتى بالأعمال في مواسم قادمة. أخوي راكان الشايع من لحسة، شكرا جزيلا لك، شكرا لتجاوبك، وشكرا لهذا الحضور الرائع لك دائما في كل ظهور معنا. ايضا ترى بناخذك في رمضان ايضا في النهايه عشان نتكلم على بعض الاعمال ايضا. شاكر لكم مقدر راكان الشايع من عند اهلنا في الاحساء، يعطيك العافيه. الناس اللي تداوم في ازمه كورونا غالبيتهم عازلين انفسهم عن اهلهم، وفي داخلهم شوق كبير للقعدة معهم، لكن الآباء والأمهات شوقهم أعظم لعيالهم، مثل أب الممرضة العنود العسيري اللي شاف بنته منعزلها المنزلي في الملحق اللي خارج البيت وسلم عليها بطريقته الحنونة والخاصة. تشرق الشمس غارب شوفت عيونك، كبدي تحرك قرب يا فلذات ما، كبدي تحرك قرب يا فلذاتها. ينضم لي عبر سكايب من الرياض الممرضة العنود عسيري، حياك الله أختي العنود. أبسأل كم لك عازلة نفسك عن أهلك؟ السلام عليكم. بداية أحب أشكركم على استضافتي، استضافتكم لي برنامج الراصد وعلى هذه المبادرة الطيبة. بس تصحيح، أنا طبيبة ممرضة، وأحب أبارك لكم وأبارك للمشاهدين على شهر رمضان المبارك، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. آمين. كم لك عازل نفسك يا العنود؟ إيه أكيد لازم نهزم الأيام. إيه كم لك فترة الحين عازلة نفسك عن الأهل؟ بدأت الأزمة شهر فبراير، يعني بدأت عازل نفسي. بعدين لما جت أول حالة كورونا عندنا بالمستشفى، هالجلسة كلية ونقلت للديوانية الخارجية. طيب الوالد شفته في هذا المقطع، يعني يتقطع قلب أبوك إنه وده يسلم عليك، لكن هو كمان خايف إنه يكون في شيء أو شيء، فقاعد يسلم عليك بطريقته. كل يوم يسلم عليك أبوك كذا؟ العنود؟ يعني
أنا أقول كل يوم أبوك يسلم بهالطريقة عليك خصوصا في فترة العزل؟ أكيد دائما هذا أو كذا بالفيديو كول. الآن خصوصا لما هي عندي شباك فوالد من الشباك أسلم كمان. طيب وش أصعب شيء مر عليك في هذه الأزمة كطبيبة تعملين وتخالطين كثير من المرضى؟ طبعا كوفيد 19 لانه جديد علينا والمعلومات كافيه ما عندنا معلومات كافيه فان نعرف كيف المرض. فانا دوري كطبيبه اول واحد واني ما بين المرضى وما عندي البيت. فكان اصعب شيء طبعا اني اعزل نفسي عند أحبتي، وعشان كذا أنا قررت أنجل البيت منها أني أخذ الاحتياطات اللي أقدر عليها يعني. طيب أنا شاكر لكم مقدر الطبيبة العنود عسيري، ترى النت كان يعني جودته ضعيفة جدا، لكن هذه القصة يجب أن تروى وبأكثر من لغة. شكرا جزيلا لك أختي العنود عسيري الطبيبة السعودية. في أزمة كورونا شفنا عمل أبطال الصحة وأيضا شفنا جهود رجال الأمن، ولكن كيف شفناهم؟ الكاميرا اللي بثت لنا لقطات عظيمة، خصوصا لما يجتمع الإبداع والاحتراف في شخص المصور اللي نقل لنا هذا الحدث بطريقة عجيبة مميزة خيالية، حتى صار الكثير يستخدم هذه الصور ويصمم عليها بوسترات أفلام من باب المتعة. من القصيم عبر سكايب معايا المصور المبدع عبد الله العكشان صاحب الصورة الأشهر في السعودية في كورونا. حياك الله عبد الله. حياك الله أستاذنا غادي، هلا بك والله، مرحبا عبد الله. أنت الصورة الأشهر كانت تصوير عسكري وتحته دوريتين، وأنت كنت فوق شنطة السيارة. قول لي القصة هذه كيف طلعت معك هالصورة؟ بالبداية كانت هي مطلوب منا صور وتوثيق جهود الأمنية. أي. وصورنا بالبداية نفس الفكرة لكن عن طريق الجوال، وانتشرت بشكل كبير وكان فيه تصاميم من قبل المبدعين عن طريق تويتر. فقررنا نعيد الصورة على بشكل احترافي شوي، فأضفنا سيارات دوريات مع رجل أمن اللي موجود على الكاميرا. الحمد لله طلعت هذه النتيجة. أنت تشوف دائما المصور مظلوم، يعني يصور أجمل الصور وما حد يعرف المصور. حنا حرصنا في هالموضوع أنه لازم يطلع المصور اللي كان يعني وصل إلى فوق السيارة عشان تطلع هذه الصورة الجميلة. فحنا تقديرا لهذا الإبداع، وكثير أيضا من المصورين السعوديين قاعدين يصورون السعودية في أجمل صورة. أنتوا كمصورين دائم وش ينقصكم؟ والله بالوقت الحالي الحمد لله يعني كان فيه تفاعل من الجميع يعني خلال الوقت الحالي. ف ينقصنا يعني نكون تحت مظلة جهة رسمية كأفضل يعني حماية حقوقنا وحماية لنا. التفاعل يا عبد الله مع الصورة اللي الآن معي على الهواء
أكثر من 50,000 لايك على تويتر وتناقل على الواتساب بشكل غير طبيعي. أنت كيف كنت تشعر وأنت تشوف هذا التميز؟ وأحيان بعض الناس مو مكاتبين حتى اسمك على الصورة. أنت كيف لمست هذا التفاعل من الناس؟ التفاعل كان كبير صراحة، يعني ما توقعت أنه بيكون التفاعل للدرجة دي، لكن الحمد لله توفيق من الله ونالت إعجاب الجميع اللي يشوفه يعني، وهذا كله توفيق من الله. وأشكر طبعا صاحب الصورة اللي موجود رجل أمن النقيب عبد العزيز هايف الطيري، هو اللي كان موجود في الصورة من مرور عنيزة. ومن هو يعني اللي صورك يعني. وانت تصور زميل من لنا من ضمن المصورين، زميل لنا مصور كان معنا، فخلينا يوثق خلف الكواليس يعني تكون ايه شيء عوفي طبعا. ما هو القادم لك؟ وش اللي ناوي ان شاء الله يا رب تسويه الفترة الجاية من عمل او من صورة قد تكون تأخذ التميز عند الناس، خصوصا والآن وانت يعني ضربت هالصورة، فاللي بعدها مو مقبول تكون صورة عادية. هذه مسؤولية كبيرة أكيد، فإن شاء الله نكون عند حسن الظن وإن شاء الله نطلع بشيء كويس يليق بالجمهور. طيب الجمهور الجمهور أيضا ترى يطالب أنه واحد زيك مبدأ لازم يأخذ دورات أكثر، يتطور أكثر، لأنه بيدك السلاح غير طبيعي. فأرجو أنه لو تأخذ دورات وكذا بتصير الأمور معك إن شاء الله تمشي بتميز أكبر بإذن الله. بإذن الله هذا اللي بيصير إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله نطمح أن نطور أنفسنا ونكون عند حسن الظن إن شاء الله. بإذن الله. الله يقويك أخوي عبد الله العكشان، دائما المصورين آمين. مبدعين جدا السعوديين خصوصا في كثير من الصور، سواء من الحرم، سواء على الحدود مع رجال الأمن، سواء في المدن، حتى في أزمة كورونا تميزتوا وكنتوا أنتوا المحتوى الكامل. شكرا جزيلا لك عبد الله العكشان من عنيزة ويعطيك العافية. لمسة وفاء اليوم ليست كأي يوم، لذلك الفنان الراحل اللي لا يزال المجتمع الخليجي بل العربي يذكره في كل وقت، من المستطاع كفنان أنك تتقن التراجيديا وتمثل، لكن من الصعب أنك تكون متقن في الكوميديا. هذا الشامخ جمع بينهما، تارة يبكي المشاهد وتارة أخرى وكثير من الأوقات يضحكه. تزعم المسرح وانتظرها الكثير أمام الشاشة الصغيرة. عبد الحسين عبد الرضا لمسة وفاء له، ورحمه الله وأسكن فسيح جناته. وأنا في حي العوازم شرقي الكويت من العام 1939 ولد عبد الحسين عبد الرضا محمد عوض، أشهر وأبرز فنان خليجي، هكذا يتم التعريف بالراحل الذي أكمل 50 عاما متوشحا بالفن قيمة وقامة. درس فنون الطباعة في مصر، لم يعرف حينها أنه سيطبع في تاريخ الفن الكويتي بل الخليجي، يقولها متخصص. رحم الله الفنان الكبير، ألف رحمة، وإحنا كنا أصدقاء، وهو من رواد الأوائل في التمثيل في الكويت الحقيقة. البداية كانت في أوائل الستينات من القرن العشرين من خلال مسرحية صقري قريش، ليثبت للجميع أن ذلك الطباع نجما صاعدا. خلد ذلك من خلال مسلسله الشهير ضرب الزلق والأقدار، ثم مسرحية باي باي لندن الذي مثل فيها دورا باسم جمعة. قبل شوي علامة تنسى، لا شارد جمعة، شارد جمعة. وفي لندن يوم الجمعة 11 من أغسطس 2017 بعد عملية جراحية في القلب انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 78 عاما. رحيل جمع به المحبون المفارقات بين جمعة باي باي لندن ووفاة الراحل في تلك المدينة وفي ذات اليوم. رحم الله القدير عبد الحسين عبد الرضا، وهذه لمسته.